Like it when you're loving on me, yeah. I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that'll live me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, I'm رايح المدرسة. اختبر آخر اختبار لي نهائي. ويلا نشوفكم بعد اختبار. اوكي رجعنا لكم بعد اختبار. انا اخي ما ادري والله ايش بسوي الحين يعني. خلاص خلصت الحين الاختبارات. صورنا شبابين شباب. اي لا نزلها اوكي. اي حتى روح كنا اطقك معك تسوي حق في ايه بجد في ايه. خلاص رب عليك. ها فلوق بنزل القناة اسمه اي حد 7 اكس. كان هو السلام عليكم ورحمة الله. شو مسوين جابك اليوم فلوق جديد مع اي حد 2. كيف حالك اي حد 2؟ هلا والله هلا. طبعا انا عندي قناة نزلت فيها لقطتين فرطان عشان اذبح 15. يلا مع السلامة راح اشتاق. يلا مع السلامة. كيف مسكة الجوال؟ اوكي ترى هذه كاميرا مو بجوال كذابين الناس. مع السلامة. اسكت يا فضيحة دقيقة. الزبدة كنت بكمل كلامي بعدين فجأة جو العيال وخربوا علي. لا امزح عادي خربوا علي عوافي رجال. انت كل شوية قاعد بتجيبني في الخلفية. عادي المهم نروح نفطر الحين انا ومحمد. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة نشوفكم بعدين. الزبدة عيال هذا اجازة ان شاء الله بحاول انزل لكم بحاول في الاسبوع انزل لكم ثلاث مقاطع يعني اذا قدرت يعني ان شاء الله. رمضان والله ما ادري بيكون روتين يعني غير بس ما ادري والله بحاول يعني بحاول. مقدر ايش مقدر في المقطع والله انك كذاب. هذا اوف لك كذاب اوف اقسم بالله اوف. يلا وصلك. يلا مع المفتاح بس نسيه قوه. تعال يلا اركب. يلا اركب يلا 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 بسرعه ما تضيعش وقت. اخلص دي تكنولوجيا جديدة. لما يكون عندك عربية غالية وانت مش عايز حد يسرقها بتحط لها التكنولوجيا دي بتقلبها عربية خاصة. طيب هذا طبعا همبرجر حقي قاعد يجهز الشباب. همبرجر همبرجر ايش بالبيض. واو يلا نطلب طلب ونجيكم. يلا سلام. انا شباب بتابعوا طلب مع محمد واخذنا عصير. لازم ما في اعلان يا شباب. عصير مع غير معروف. عصير الرفيع. يا شباب وصل لك يا شباب. وهذا طبعا بعشر ريال وهذا بعشرين. وهذا همبرجر بيج ماك صح؟ فخامة. خذه شوفكم بعد الاكل. سلام. لا شباب خلصنا اكل. وشباب دقيقة ترى انا قاعد اصوركم الحين قبل رمضان فلا احد يقول انه قاعد تاكل في رمضان كيف. لا قاعد اصوركم رمضان فبس يعني تنبيه. يلا يا محمد يلا مع السلامة. يلا سلام. شوفوا بعد 24 ان شاء الله بأمان الله ان شاء الله. مع الشباب اللي مو عارف انه انا ان شاء الله خلاص تخرجت متوسط. ان شاء الله بتكون بداية موفقة في الثانوي ان شاء الله. فلازم اودع المدرسة يعني خلاص يمكن ما اشوفها يعني. فحاب اني اسوي جولة بسيطة في المدرسة يعني ازور فصلي اصور اشياء هذه. فاول شيء هنا مدخل المدرسة طبعا تدخل اوكي كيف قدامك زي كذا. وانا هذا الاستاذ افضل استاذ بالنسبه لي. الله يسعدك ان شاء الله. هذه ان شاء الله هديه من مين؟ هذه من شو اسمه؟ ان شاء الله ثالث خامس ما شاء الله. المهم تدخل تمسكين زي كذا. فهذه بوابه المدرسه اللي هي البوابه الرئيسيه. اوكي خلينا نوريكم. بسم الله. تدخل هذه هي الإدارة طبعا. أول ما أجي المدرسة أروح أفصل طبعا في حق التقسيم حق المتوسط الثاني المتوسط الثالث المتوسط. وصل هنا زي كذا. خلاص هنا طبعا مجمع حق الثالث. هنا جميع فصول الثالث المتوسط. أنا فصل هناك خليني أوريكم طبعا. طبعا ترتيب الطاولات غير طبعا بس عشان الاختبارات فغيروا ترتيب الطاولات. كل طاولة فيها اسم هنا أعطي الأسماء. إن شاء الله خلاص بودع الفصل الجميل هذا اللي قعدت فيه سنة كاملة. لا أمزح سنة بس يعني المهم يعني كانت صراحة ذكريات فيه كثيرة يعني. خلينا نطلع من مجمع ثالث. مجمع ثالث فيه خمس فصول. هذه الفصول وهنا المخرج. بعد تطلع من هنا على ساحة الفسحة.
وين اربع حمامات اكلهم حمام. طبعا في ثلاث مجمعات في المدرسه، مجمع اول مجمع ثاني مجمع ثالث، هنا مجمع ثالث فهمت. طبعا تمشي هناك في القلب هو المجمع الاخير اللي هو مجمع اول، هنا طبعا في قزاز عشان تطلع على الفسحه، هذه ساحه الفسحه كمان، هذا مجمع اول كلهم نفس الاشكال يعني نفس الطرق يعني وصول هنا وهناك المخرج. بس هنا طبعا مسوين زي مساحه كذا صغيره حاطين فيها الزرع لطلاب الفكريه او كذا عشان يزرعوا الزرع ويتعلموا يعني قوانين كيف تزرع وكيف يعني. المهم زي مزرعه بسيطه هنا تزرع فيها الزرع. ساتوريكم اهم شيء، طبعا اول ما تدخل هنا بوابة الرئيسيه حق المدرسه على طول قدامك الفن اللي هو المصلى، يعني طبعا تتوضا هنا طبعا هذا المصلى. خلاص ودعنا كل المعلمين وان شاء الله ماشيين الحين.